السلام عليكم ورحمة الله. هذا أول فيديو عندي في القناة. اختاريت هذه الوصفة ديال البيتزا لحقاش بغيت نبدأ بشي حاجة اللي تكون عزيزة على الكبار والصغار. بلا ما نطول عليكم نمشيو للمقادير. ميتين وخمسين غرام ديال الدقيق الأبيض، ميتين وخمسين غرام ديال الدقيق الفينو، ملعقة كبيرة ديال الخميرة فورية، شوية الملح، جوج معالق زيت الزيتون، معلقة صغيرة ديال السكر. بالنسبة للماء غنحتاجو 320 مليلتر، يكون دافي. ناخدو العجينة ديالنا نديرو فيها الماء، نخويو عليه الخميرة والسكر وزيت الزيتون ونخليهم يتخلطوا واحد شويه شي 3 دقائق. من بعد ما يتخلطوا شويه نزيدوا الدقيق ونخليه يتخلط داك الشيء يتعجن مزيان واحد 10 دقائق. تتبان لكم العجينه ولات لينه بحال الشكل ديال العجينه ديال المسمن. صافي وحيدوها. من بعد العجينه ديالنا ملي تعجنت مزيان لمده تقريبا 10 دقائق كنوضعوها على سطح العمل. من بعد كنكوروها وكنديروها في شي باسينه ولا شي اناء يكون مدهون ديجا بشويه زيت العود، ونسدوها بشي فيلم اليمونتير ونخليوها ترتاح لمده 30 دقيقه. بالنسبه للحشوه ديال البيتزا ديالنا غنحتاج هنايا اللانشوبه غنخلطها مع البصله، وعندي الخضره مقليه كاين الدنجال والقرعه والفلفله، وكاين عاوتاني عندي الفرماج غندير فرماج ديال الماعز وفرماج حمر، وكاين لاصوص ديال المطيشه، وكاين زيتون كحل والزعتر اللي غنديرو هو الاخراني وشوية زيت العود. بالنسبة للحشوة كتبقى اختيارية، كل واحد على حساب الإمكانيات ديالو، كل واحد على حساب الذوق ديالو. يمكن لك دير غير الطون والفرماج راه غتطلع بيتزا زوينه، يمكن لك دير فيها غير الخضره والفرماج راه غتطلع بيتزا زوينه. غير انا عز عليا البيتزا ديالي المفضله كنديرها بهذا الشكل هذا دائما. من بعد العجينه ديالنا مخمرات كنشدو واحد شويه الدقيق الفينو ولا شويه السميده الرقيقه كنرشوها على سطح العمل وكنقرصوها شويه، ومن بعد كنديروها في الطاوله اللي غتدخل الفران.
كيف شفتوا هنايا البيتزا ديالي انايا، درت فيها ثلاثه الحشوات، درت ديال الخضره ودرت ديال الانشوبه مع البصله ودرت ديال الفرماج. هاد البيتزا هادي راه كتجي كبيره، من الاحسن الا كنت عائله صغيره ديال بحال ثلاثه الافراد ولا اربعه الافراد، من الاحسن قسموا العجينه على جوج، اتخرج لكم جوج بيتزات مويان وكتجي مزيانه وزوينه. بعد ما عمرنا البيتزا ديالنا كندردرو عليها شويه د الزعتر، واحد شويه د زيت العود، ولا خفتوها تقبو ولا هذا تقبوها بشي كيردون ولا شي برا. من بعد كنخشيوها في الفران من 10 دقائق حتى 15 دقيقه، والفران يكون سخون على درجه حراره من 200 حتى 210. البيتزا كتبغي هذاك الشوك ديال الحراره، غير تدخل كتنفخ لاباط ونخشيوها في الفران، ومن بعد نرجعو نشوفو النتيجه ديال البيتزا ديالنا. وهذه هي النتيجه ديال البيتزا ديالنا، كتجي رائعه وكتجي محمره وزوينه، وهي من الاحسن واخا ديروها في الثلاجه الغد لي كتسخنوها في الفران كتجي مقرملة وكتجي زوينة. المهم هو الفرماج، كنأكد المهم هو الفرماج يكون مزيان. إلا كنتو غديرو فرماج حمر خص يكون نوعية جيدة، هي من الأحسن كدار بالفرماج موزاريلا. وهي بالصحة والراحة، ولي جرب الوصفة يخلي ليا ان كومونتير ودير لايك وسبسكرايب باش يوصلو دائما الجديد، وإن شاء الله الجديد باش نستافدو كلنا إن شاء الله. بسلام عليكم.